عشت معاه بالفتحة لمدة 5 سنوات، رزقت خلالها بخير الدين وشقيقته. هذوك الأشقاء اللي من باباهم عايشين في نعيم وخير الدين ومجدة بعد وفاة الوالدة تاعهم، لولا جداهم اللي خلات لهم هذه الغرفة لو كان يمرهم في الشارع. يحرقهم ربي، حسبي الله ونعم الوكيل. علاش قبلت بهم زوج بولادهم؟ كيما نية ما عندهاش هاد الحسابات. خير الدين ما سمعش بوفاة الوالد تاعو إلا بعد أسبوع من وفاته. جي ناس من اهتراب، كان خلاص مراسم الجنازة ما حضروناش بريميرمون، ما يلومونيش، مانيش ندير اللعب. هذه يبدو أن الدار هذه راهي فارغة. فارغة فارغة، ما مش ساكنين. شوفوا البراكة اللي ساكن فيها في دالي إبراهيم، وهنا دار بابا مغلوق. شو يعجبت لنا 2 مليار؟ هو مش كاف يخاف، يقول لكم باعوها ما طاولي، كيف دعمها بالحماية؟ دونك سي امبوسيبل يسكنها اون اتوندون، امبوسيبل يا اختي، امبوسيبل. قولي له رحنا هذي.